انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه مجرم مدان للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي. وخلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات قال بايدن إن الحملة الانتخابية دخلت إلى منطقة مجهولة، مضيفا أنه ولأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق ومجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة.